عزيزه بزاف. اول حاجه لان هذه المنطقه عزيزه عليا على قلبي بزاف بزاف، حيت ولاد فرج بالنسبه ليا شي حاجه زوينه 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 بزاف. علاش؟ لانه اصلا انا كنجي ليها بلا 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 حفلات ولا سهرات، حتى تفاجات اتصلوا بيا باش نكون في هذا المهرجان ديال تبوريده. صافي بليزير نتقرب من هذا الجمهور الزوين والغزال، وان شاء الله انا عزيزه ليا البساطه وهذا الجمهور البسيط. ان شاء الله نتمنى نكون عند حسن الظن ديالهم ان شاء الله. كاين شي البوم مستقبلي؟ ان شاء الله كاين زوج ديال الفيديو مع واحد مصري وواحد عراقي، وان شاء الله دائما الدوديه تحب المغامرات. ان شاء الله عندي تصوير فيديو كليب جديد في الهند ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله الالبوم الشعبي ديالي تا هو يعجبكم، ونكون دائما في الساحه الفنيه موجوده بالجديد ان شاء الله. بالفرحة أكيد وبالسعادة، وإن شاء الله نتمنى كيف ما قلت لك نتمنى أنه يكون نشاط عالي عالي باش ما ي... باش يتفكروني وما ينسونيش إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. مرحبا معكم، وأنا فرحانة بزاف بزاف اليوم حد ولاد فرج. نتمنى إن شاء الله اللي عنده شي هم يخليه في الدار ولا يخليه على برا ونساوه دابا. ياك يلا نصليو على النبي جميع، واحد زوج ثلاثة صلاة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.